بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم جدا في الفيديو بتاع الاجابات. يا جماعه الفيديو ارزعوا البيبان كمان، كسروها، يعني مش عارفه اعمل فيكم ايه. فيديو الاجابات يا جماعه، ده فيديو اللي هتحطولي تحت منه الاجابات. انا مش عارفه يعني مش عارفه هل احنا مش واضحين ولا احنا مش عارفين نوصل لكم الافكار ولا ايه بالظبط، مش عارفة والله. انا قلت هنزل فيديو الاجابات يوم 19 رمضان الساعة 1 الظهر، وانا على معادي اهو الساعة 1 الظهر جاية لكم عشان نقول لكم نحط الاجابات واهم شروط الاجابات. بس قبل ما اقول الشروط هقول لكم حاجة تانية، المسابقة مستمرة، وسكننا المرة دي هنخرج 2 عجان وهاند بلندر وشنط كتيرة ملة هصورها لكم بعد ما اخلص الفيديو. شنط كتيرة جدا بإذن الله. وكنت عايز اخد رأيكم اذا كان الشنط يبقى عليها سحب ولا اللي يجي يشرفنا ياخد شنطة، شوفوا تحبوا ايه، ندخلها جوه السحب ولا لأ. المسابقة مستمرة، المسابقة المرة دي 2 عجان وهاند بلندر وشنط كتيرة، والمسابقة الجاية 2 عجان. خلاص خليكوا دايما متابعين معانا، واللي له نصيب المرة دي الف الف مبروك، واللي لسه الحظ ما حلفوش ان شاء الله الحظ يجي معاه المرة الجاية. ولو مش المرة الجاية عندنا مسابقات مستمرة كتيرة جدا، وطول الوقت زي ما بتفرحونا هنفرحكم بإذن الله. بتفرحونا بجد والله، انتوا اديتونا طاقة ايجابية طول شهر رمضان بتعليقات ودعوات، الله يبارك له الله يبارك له. انا اول ما نزلت اشتغلت على القناة كان كل فيديو بيجيلي تعليقين 3 سلبي والباقي كله 10 على 10. اختفت كل التعليقات السلبية وكله دلوقتي بقى ايجابي ومفرح. دعوات كلها، التعليقات كلها دعوات حلوة جدا جدا، وكلها شكر وكلها الحمد لله رب العالمين. ناس جربت وصفاتنا وعجبتها حاجة العيد واشتغلت، وكل سنة وانتوا طيبين. وبرضو مستمرين في تقديم كل جديد في العيد، وان شاء الله في العيد معانا. انا عايزة اقولك على معلومة مهمة، مش لازم تعملي كل الكميات، يعني اعملي من كل صنف كيلو كيلو واحد بس، ويبقى عندك حاجات تشكيلات كتيرة جدا في العيد. طيب نقول بقى هنحل ازاي. بعد ما تخلصي فرجة على الفيديو، هاتي الورقة اللي انت سجلتي فيها 10 اجابات ورصيهم في كومنت واحد بس، وتحت منه اسمك ثلاثي، ضروري ضروري الاسم ثلاثي، وبتمنى كمان رقم تليفون عشان اكلمك فوري وانا في السحب في البث المباشر، وتردي عليا واعرف ان انت موجودة وهتاخدي الهدية بتاعتك. لو مفيش رقم تليفون احضري السحب اللي هيكون النهاردة بعد صلاة التراويح بإذن الله، بكرة بعد صلاة التراويح بإذن الله يوم 20 رمضان بعد صلاة التراويح، يعني على حدود الساعة 10 هنعمل سحب في بث مباشر قدامكم. واللي ما حطش رقم تليفونه يقعد يحضر السحب لو سمحتوا، عشان لو انا نطقت اسمه يكتب لي بسرعه في التعليقات انا موجود ورقمي اهو واتصلي بي. بوعدكم ان بعد ما يخلص السحب مباشره وكل واحد يعرف اسمه همسح التعليقات كلها او هوقفها، عشان لو قلقانين على ارقام التليفونات. خلاص رقم التليفون لو حد ضايقك بيه اعملي له بلوك وخلصت القصة، خلاص مفيش مشكلة. الموبايل بالذات ما عادش بيبقى فيه معاكسات زي زمان، لان احنا نقدر نعمل حذف لاي حد بيضايقنا في حياتنا، اي حد. بصي بلوك 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 على طول، مفيش غيرها، بلوك 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 من على الفيس، بلوك من على الواتس، بلوك من على الاتصالات، اي حد يضايقك بلوك بسرعة، وما تستحمليش حد يضايقك ابدا. تجنب ما يؤذيك، على قول سيدنا علي، تجنب ما يؤذيك. طيب لو مش سيدنا علي فوتوهالي. احنا بنقول الشروط بتاعت المسابقة قلناها ان احنا نحل ال10 فوازير من 11 ل20 مرتبين، يعني 11 12 13 كده لحد 20 يتحلوا ويتحلوا صح ويكتبوا صح، وتكتبي لي الاسم ثلاثي. خلاص دي اهم حاجة. معلش حقكم عليا، مش هنيمكم، لا انا يعني الصيام النهاردة كان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طبعا انا بسجل يوم
18، حر جدا جدا، درجة الحرارة 45، والواحد الحمد لله الحمد لله ان ربنا قدره على الصيام، واحنا فطرانين دلوقتي، بس الفطار بقى مع العرقسوس والدوم والخروب، الواحد عايز ينام خلاص. بس قلت اعمل الفيديو ده عشان الحق اخلصه وانزله لكم بكره في ميعاده الساعه 1 الظهر زي ما وعدناكم، بنوفي بالوعد. وبقول لكم المسابقه مستمره ونفس شروط المسابقتين اللي فاتوا بنفس الترتيب. يا ريت محدش يكتب حلول في اي فيديو، خلي الحلول معاكي لحد ما تكتبيها تحت الفيديو بتاع الجوائز بتاع الاجابات، عشان عشان ايه مش عارفه. طب انتوا قولوا بقى، يعني عشان الناس ما تغشش من بعضيها، وعشان الناس ما يعني ما تلخبطوا الناس. انتوا لما نزلتوا التعليقات امبارح لخبطتوا الناس، والله لخبطتوها جدا. طيب احنا دلوقتي قلنا انه باذن الله لو في اي سؤال على الكحك بسكوت بيتي فور احنا بنرد عليه، لو في اي سؤال على المسابقة انا برد عليه. المسابقة دي هتبقى خلاص العشرين فزورة خلصوا من 11 لعشرين، هنبدأ من 21 لتلاتين رمضان باذن الله. وحتى لو ما فيش 30 رمضان وقفل على 29، احنا مسبقين بيوم فهنبقى نزلنا ال 30 رمضان. النهاردة مفيش فزورة هتنزل خلاص، لان احنا سبقنا يومين، حصل غلطة وفيديو نزل قبل فيديو، فاحنا سبقنا يومين. فالنهاردة خلاص فيديو بس الجوائز، بس فيديو عشان هيبقى فيه بس بكرة بالليل الساعة بعد صلاة التراويح للسحب خلاص. يبقى النهاردة الفيديو للإجابات فقط لغير، للإجابات. بكرة بقى نولعها ضرب نار ضرب نار ضرب نار للفايزين. بتمنى لكم كلكم حظ سعيد، وبتمنى اللي يفوز بالهاند بلندر وبالعجان وبالعجان وبالشنط كتير، كل من يستحق، وكلكم تستحقون كل خير. وبشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعواتكم الحلوة ليا. بس هش ايه ده، على تعليقاتكم الحلوة ليا وللشيف محمود، وثقتكم فينا وفي قناتنا احنا سعداء جدا بيكم. وبجد زي ما انتوا حاسين ان احنا بنديكم طاقة ايجابية، انتوا كمان اديتونا فرحة وسعادة طول شهر رمضان بجد والله. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. طيب انا قلت لكم ان انا هصور لكم الشنط بتاعه جنه، اهي اهي شنط جنه، شنط كتيره جدا كتيره مله، 20 شنطه، دول 10 وفي 10 مكونين في حته تانية خلاص. والعجانين عايزه اصور لكم، هجيب لكم العجان واصوره حالا حالا حالا. ادي الهاند بلندر كينوت، ادي الهاند بلندر كينوت اهو، وادي العجان الثاني. خلاص بقى العجان الثالث مش قادره اشيله، ماشي. ادي العجان جروهي، وادي الهاند بلندر كينوود اهو، مبروك على اللي هياخده، ربنا يبارك له يا رب. وادي الشنط بتاعتنا، شنط جنه اهي. انا عايزه اخد رايكم في التعليقات، يا ريت تسيبوا لي رايكم. انا عندي 20 شنطه من جنه، بفكر ان انا انزل ال 20 شنطه في السحب ده، عشان مش معقول ان انا هدي شنط بعد رمضان. فلو انتوا شايفين ان ده مناسب قولوا لي في التعليقات اه مناسب، لو شايفين لا اخليهم 10 المره دي و10 المره الجايه خلاص قولوا لي. هستنى رايكم في التعليقات ان شاء الله، ونتفق مع بعض كده هنعمل ايه، ونتفق مع بعض على مكان تسليم الجوائز بعد السحب ان شاء الله. والسحب بقولها للمره الاخيره هيكون يوم 20 رمضان بعد صلاة التراويح، يوم 20 رمضان بعد صلاة التراويح بس مباشر. بتمنى منكم كلكم ان انتوا تحضروا
عشان اللي يسمع اسمه يقول أفندم، وإحنا نقول له ضرب نار ضرب نار ضرب نار. يلا سلام عليكم للمرة التانية.